مساء الخير. نتناول في سجلات هذا المساء الحالة الأردنية والجدل الحاصل في الأردن، الجدل على المستوى الشعبي، على المستوى البرلماني، على المستوى الإعلامي أيضا. نتحدث عن موقع الأردن الجيوستراتيجي أمام هذا الاضطراب العربي الكبير. على كل حال، الجدل يدعونا إلى نقاش أوسع مع أحد الشخصيات الأردنية، الأستاذ جمال الطهات، وعضو المكتب التنفيذي لمبادرة الملكية الدستورية في الأردن. أهلا بك أستاذ جمال. طبعا كلمة المبادرة الملكية الدستورية سمعناها كثيرا، لا سيما في مناطق الملكيات، سواء كانت في الخليج أو في المغرب، وطبعا في الأردن، والعبارة تتردد منذ سنوات. في الأردن حراك شعبي شهدناه أيضا، لكن كل التقارير تتحدث عن أن هذا الحراك ما زال حراك مضبوط ضمن المؤسسات الأردنية، وممكن أن نشهد حراكا أعنف حتى داخل أروقة البرلمان. كيف تقيم هذا الجدل؟ وهل هناك قلق أردني يتعلق بخصوصية الأردن الجيوستراتيجية؟ يعني شوف، في نقطتين مهمات فيما يتعلق بالإصلاحات. الشارع الأردني لحد الآن منضبط، بمعنى أنه يريد إصلاحات، ولكنه حريص على أن لا تقود المطالبة بالإصلاحات إلى الانفلات. وهذا واضح تماما، أنه معظم النخب السياسية، معظم الحراك السياسي ما زال منضبطا بأنه يشكل ضغط للمطالبة الإصلاحية دون أن يقود هذا الضغط إلى الانفلات وإلى غياب إجابة واضحة على سؤال ماذا بعد. وبالتالي كان في حرص منذ البدايات، إذا بتتذكر منذ سنوات لما أطلقنا مبادرة الملكية الدستورية، دائما أن لا تكون هناك حركة في الشارع قد تقود إلى حالة من الفوضى وعدم الانضباط بشكل عام. وبالتالي أنا بعتقد كل هذه الحركة حركة نخبوية نوعا ما، صحيح، والجدل يدور داخل الغرف المغلقة أكثر منه في الميادين العامة. صحيح صحيح. مؤخرا ما هو هذا ترند أصبح في المنطقة، أنه الهوامش والشارع بدأ يسترد فاعليته بشكل أساسي، وهناك حركة من الهوامش باتجاه المتون لإعادة صياغتها بشكل جديد. في هناك مقاومة حقيقية، يعني مقاومة للإصلاح من ذوي المصالح الراسخة مع البنى الراهنة، ما زالت تقاوم الإصلاح بطرق مختلفة. وفي هناك حراك من الشارع يتعاظم ويتزايد، بمعنى أن استحقاق الإصلاحي لم يعد قابلا للتأجيل أكثر مما أجل. هذا هو المناخ الأساسي أو الفكرة الأساسية للصراع والخطوط الاصطفاف في الأردن. هناك تطور حقيقي باتجاه إعادة تحديد يعني دقيق للإصلاح الذي نريد. الشارع كان غاضب، وكانت مطالباته فيها غضب أكثر ما فيها رؤية واضحة، وقوى الأمر الواقع تدافع عن الحالة الراهنة بالتسويف وبتمييع ومفهوم الإصلاح وتفريغه من محتواه. أعتقد أن الأمور بدأت يعني الآن تتطور بشكل واضح لرسم خطوط اصطفاف واضحة ولتحديد مفهوم الإصلاح بشكل حاسم، بحيث أن لم يعد بالإمكان الحديث عن إصلاح غائم، ولم يعد بالإمكان استعمال الإصلاح ككلمة لتبرير وتمرير حملة علاقات عامة لتجميل الحالة الراهنة، وخصوصا أنه صارت في اختلالات وإخفاقات كبرى، يعني هروب أحد مساجين الكبار في مسألة الفساد، التصويت وإدارة ملف الكازينو، قضايا تسجيل أراضي الدولة وبيعها خلافا لأحكام الدستور، ما جرى على المؤسسات القطاع العام، كلها أسئلة ما زالت معلقة لم يتم الإجابة عليها لحد الآن. سأنتقل بك إلى الخارج قبل العودة إلى البيت الأردني. طبعا في الخارج كلمة الملكيات الدستورية أو الإصلاح في الملكيات حراكه العنيف كان في البحرين، قبل أن نعيد يعني استهلاك كلام الحوار ولجان الحوار كل ذلك. في الحالة المغربية كان هناك شيء لافت، مبادرة ملكية أدت إلى دستور جديد وإلى استفتاء على هذا الدستور. أنا أتحدث عن هل الذهنية الملكية بإمكانها أن تنقل العدوى من تجربة إلى تجربة، وبالتالي بإمكان الأردن ومؤسسته الملكية أن تقدم مشروعا إصلاحيا للنقاش؟ أنا بعتقد هذا كان المأمول في مراحل مبكرة. الملك عبد الله حكى بوضوح على وسائل إعلام غير عربية وغير أردنية أنه يتوق إلى أن يتحول إلى ملك دستوري، وإلى إجراء إصلاحات دستورية تعيد بناء
فكرة السلطة الملكية وتنقذ الملك من أن يكون رأسا أو ملكا تنفيذيا إلى أن يصبح ملكا يحرص قيم عليا للدولة ويترك المسائل التنفيذية أكانت تشريعية أو تنفيذية إلى مؤسسات ذات شرعية انتخابية. هذا كان واضح منذ سنوات. أنا بعتقد ما يجري منذ بدء انطلاقة الربيع العربي أن هناك استحقاق تاريخي لم يعد بالإمكان تجاهله، ما يجري في المغرب، ما يجري في البحرين، ما يجري إلى حد ما في ملكيات أخرى بالعالم العربي، ما جرى في عمان، ما جرى ويجري في السعودية، وما يجري في الأردن. أنا بعتقد كله مفتوح على خيارات واضحة بأنه لم يعد بالإمكان تأجيل الاستحقاق الإصلاحي في الأردن. الحديث عن أن إمكانية بناء تحالفات عربية في مواجهة الإصلاح وفي مواجهة استحقاق الإصلاح، أنا بعتقد أنه فات عليها الزمن، يعني لم تعد مجدية ولم تعد ممكنة. هي تستطيع أن تؤجل المشروع الإصلاحي، ممكن أن تدفع ثمنه، ممكن أن تعيقه، لكنها لا تستطيع أن تدفع. ما الذي يمنع حتى الآن من قيام مبادرة كبرى في الأردن على شكل المبادرات التي قدمت في البحرين بغض النظر عن نجاحها، أو المبادرة الكبرى في المغرب؟ أنا ما بعتقد إنه في مانع موضوعي، سوى أنه ربما الملك لحد الآن لم يستشعر الفرصة لمثل هذه المبادرة، أو ربما لم يستشعر الرغبة. أنت يعني واضح تماما أن في سؤال كبير وحقيقي في الأردن، أنه أمام كل هذه الاختلالات التي جرت وأمام تأجيل الإصلاح، بدأت يعني تبرز أسئلة كبرى حول الرغبة في الإصلاح وحول الإمكانية لقيادة المشروع الإصلاحي. بنفس الوقت هناك قوى سياسية تبلورت مؤخرا في الأردن وبشكل واضح، تجمع شعبي الإصلاح، مبادرات إصلاحية واضحة، لديها الاستعداد والرغبة لأن تقف مع الملك في مواجهة قوى الأمر الواقع وفي مواجهة قوى الفساد إذا اتخذ الملك خطوات حاسمة باتجاه الإصلاح. لماذا لم يتخذ الملك حتى الآن هذا المشروع ولم يقم به حتى تاريخه؟ لا أحد يدري، يعني لا أدري متى ستبث هذه الحلقة خلال هذه الأيام، لكن كل يوم في هناك متوقع شيء، وكل يوم في مزاد للتوقعات واضح بالأردن، أكان في حراك الشارع أو في حراك الملك. يعني الملك يتوقع من الشارع شيء والشارع يتوقع من الملك شيء، ولكن كلاهما أنا بعتقد للآن لم يتم بلورة مبادرة ملكية واضحة في هذا الاتجاه. الملك بعشرة ستة ألقى خطاب حول مبادرة إصلاحية كانت حقيقة أقل بكثير جدا من مطلب الشارع ومن طموحات الشارع، ولم تلبي حتى الحد الأدنى، ولم تقدم مادة يمكن الدفاع عنها في مواجهة المطلب الإصلاحي. في محاولة تفسير، وأنا أريد أن نناقشك في هذه المسألة، في مسألة لماذا يعني إيقاعات الإصلاح بطيئة بهذا الشكل، أن أستعير عبارات استخدمها زميلنا أمجد ناصر في هذا الشأن، وهو طبعا يعبر في مقاله عن يأسه من موضوع الإصلاح، ويقول أن الذرائع تقدم تارة لأن هناك لعنة جغرافيا وتارة لأن هناك لعنة ديموغرافيا. هل هناك بالأردن من يقول أن وضعنا الجغرافي ووضعنا الديموغرافي لا يسمح بأن يعني نخطو طرفا من هذا النوع؟ بالتأكيد هناك استعمال حقيقي للبعدين الجغرافي والديموغرافي من قبل النظام لتأجيل الإصلاحات أو لإعاقتها أو لتجنبها. يعني هذه الذرائع، لكن يعني أنت تؤمن أيضا بموضوعية هذه الذرائع؟ أنا بعتقد أن هذه الذرائع ما زالت للآن فعالة بسبب أنه القوى الإصلاحية لم تستطع أن تعيد بناء نفسها بحيث تستطيع أن تتجنب هذا أو تتجاوز موضوعية هذه الذرائع. وخلينا نحكي بوضوح، نحن نحتاج إلى مشروع وطني أردني واضح يعيد صياغة العلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين بشكل حاسم، بأن الإصلاح له لكليهما مصلحة حقيقية في تنفيذ الإصلاح، وكل من الطرفين يجب أن ينخرط بالمطلب الإصلاحي وبالجهد من أجل الإصلاح. لكن الرؤية الإصلاحية ما زالت هناك تخوفات وشحن منهجي للشارع الفلسطيني بأن الإصلاح سيدفع القوى الأردنية التي لها موقف سلبي من الفلسطينيين أو على الأقل موقف غير مريح للفلسطينيين، وأيضا هناك عدم ثقة مستعملة لتعبئة الشارع الأردني. أنا أعتقد أن عدم الثقة بين الكتلتين الأردنية والفلسطينية في الأردن، هذا عدم الثقة لا يمكن تجاوزها من خلال الخطاب. نحن نحتاج إلى مشروع كل من الأردنيين والفلسطينيين ينخرطوا به سواء يعني بشكل فعال، والثقة تتجدد
بهذا الجهد المشترك. استاذ جمال، هذا ليس كلام يعني نوعا ما طباوي ونظري، يعني المشروع، ما هو المشروع اذا كان ليس هناك ثقه حتى الان في موضوع الديموغرافيا حتى الان؟ شوف، عدم الثقه لا الفلسطيني ولا الاردني، عدم الثقه وداني المعارضه والاصلاحيين. أنا قدموا أنا قدموا مشاريع. في يعني انا بجوز حكيت لك انه احنا مؤخرا شكلنا التجمع الشعبي للاصلاح، وهذا التجمع الشعبي الإصلاح يضم حقيقة زخم أردني واضح بشكل أساسي، لكنه أيضا يضم زخم فلسطيني واضح بشكل حقيقي. والفكرة الأساسية اللي إحنا يعني في كل لحظة تتكلم عن هذه الثنائية الأردنية، أنت لا تستطيع أن تتجاهلها، يعني حقيقة هذا تاريخ للمجتمع الأردني لا يستطيع أن يتجاهله. أنا بعتقد الأردن في معضلتين كبار، العلاقة بين المجتمع والملك والعلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين. في هناك حوار غير مباشر بين المجتمع والملك، بالمجتمع يضغط بمطالب إصلاحية واضحة، والملك يعني يلتف أحيانا ويقدم خطوات إصلاحية ويمارس حملة علاقات عامة لتأخير أو لإدارة المشروع الإصلاحي أيا كانت النوايا. وأيضا في هناك حوار أردني فلسطيني انطلق منذ فترة قريبة، وأنا أعتقد أنه لا توجد قوة الآن ستمنع تشكل علاقة جديدة بين الأردنيين والفلسطينيين دون أن تمر عبر قناة النظام، وهذا هو الجديد في الأردن. العلاقة حراك شعبي، هيئات ومبادرات شعبية بدأت تتفاعل. ما هو المشروع المشترك الذي يقنع الأردنيين؟ الفكرة الأساسية نحن نتحدث عن هاجس الأردنيين هو الحفاظ على هوية الدولة، وهاجس الفلسطينيين هو الحفاظ على هويتهم وحقوقهم في آن معا في الأردن. هذه هي المعادلة المعقدة في الأردن. كيف يمكن للفلسطيني أن يحافظ على هويته كفلسطيني وأيضا أن يحافظ على حقوقه في الأردن؟ وكيف يمكن للأردني أن يضمن أن هوية الدولة ليست مهددة بهذا المعنى؟ وبالتالي أنا يعني المطروح الآن بشكل واضح حراك إصلاحي يعني يشترك به كل من الأردنيين والفلسطينيين لتحرير أنفسهم من حالة التشويه والإلحاق بمؤسسات النظام المختلفة عبر تزوير الانتخابات وعبر فبركة صيغ تمثيلية لكل من الطرفين. أنا بعتقد الآن الأردنيين والفلسطينيين يتجهوا إلى البحث عن آليات تمثيل حقيقية لهذا المجتمع، وهؤلاء الممثلين الحقيقيين الذين يحظون بشرعية حقيقية من الفلسطينيين ومن الأردنيين قادرين أن يبحثوا في تفاصيل العلاقة المستقبلية بينهما، استنادا إلى مسألة إلى ثوابت أساسية: حفاظ على هوية الدولة والحفاظ على هوية الفلسطينيين وحقوقهم في آن معا. وبالتالي نحن الحين نتحدث عن حقوق الفلسطينيين، لا أتحدث فقط عن حقوقهم في الإدارة المدنية في الأردن، أنا أتحدث أيضا عن حقوقهم السياسية الكبرى والمتمثلة إمكانية أن يستمروا بعملهم السياسي من أجل حقوقهم التاريخية بالعودة. طب هل تجرأتم أستاذ جمال طه على تقديم مشروع واضح بإمكانه أن يكون فيصل في هذا الموضوع؟ أنا شخصيا إحنا لحد الآن أنا زي ما حكيت لك، إذا بنحكي على بعض المستويات في العلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين، نعم في جرأة على البحث في الموضوع بمنتهى الدقة ومنتهى الوضوح ومنتهى العملية. إحنا بحاجة لإخراج الفلسطينيين من سلبيتهم السياسية في الأردن. لا يمكن أن يبقى 3 مليون أو قرابة 3 مليون فلسطيني في الأردن يعني على هامش العمل السياسي، ولا يمكن أن يبقوا في معزل عن الصراع مع المشروع الصهيوني بشكل أساسي. الأردن تحول بالتركيب الحالية إلى فريزر لتجميد 3 مليون فلسطيني وإخراجهم من الصراع مع المشروع الصهيوني، وأيضا إخراجهم من آليات الإصلاح في الأردن. وهذا لم يعد مقبول لا من الأردنيين ولا من الفلسطينيين. طيب أنا أريد أن أعرف، يعني طبعا هذا رأيك، لكن أريد أن أعرف رأي التيارات الأخرى. هناك من يعتبر أيضا في الذرائع الإصلاحية أو تأخير هذا الإصلاح أنه هذا الحراك الشعبي سيتم مصادرته من قبل التيارات الإسلامية، ونعرف التيارات الإسلامية في بقية التجارب ماذا فعلت. وطبعا التيار الإسلامي تيار كبير ومنظم في الأردن، لا أدري إلى أي مدى أيضا يجب الانتباه إلى كل ذلك. شوف، أنا لا أملك هاجس من أن يقوم يعني التيار الإسلامي بالسيطرة على مستقبل الحراك الإصلاحي في الأردن. لماذا؟ لسببين. السبب أنا بحكي لك لسببين. إنه التيار الإسلامي نفسه خلال 20 سنة منذ نهاية الحرب الباردة في الأردن بالذات يقوم بجهود هائلة لإعادة إنتاج نفسه كتيار إصلاحي وطني، ويعيد إنتاج الحراك الإسلامي في مرحلة تأسيسه الأولى حين في لما يعني خليني بس شوي أحكي
بشكل سريع عن هاي المسألة. الحركة الإسلامية وبالذات جماعة الإخوان المسلمين نشأت في سياق المشروع الاستقلالي الوطني، ثم دخلت في مرحلة الحرب الباردة وأعيد إنتاجها بشكل أيديولوجي، تركيز على البعد الأيديولوجي. ومنذ التسعينات لليوم هناك جهود حقيقية في الأردن على الأقل وفي غيرها من الدول العربية مطلع على بعضها لأن تعيد الحركة الإسلامية إنتاج نفسها كحركة إصلاحية استقلالية وطنية. هذا هو الجهد الذي يتم، وبالتالي أنا لست متخوفا من الشكل الجديد للحركة الإسلامية إذا حصل على أغلبية انتخابية ضمن أربع شروط أو ضمن إجابات واضحة على أربع أسئلة كبرى سبق وقدمناها نحن كحراك ديمقراطي في الأردن للحركة الإسلامية، وقدمت الحركة الإسلامية إجابات واضحة وحاسمة على هذه الأسئلة. السؤال الأول والأهم ضمانات ديمومة الديمقراطية. إذا كان الإسلاميين سيفوزوا بأغلبية لفترة من الفترات، أن لا يصادروا فرصة الحراك ديمومة الحراك الديمقراطي وأن لا تكون one man one vote one time. وبالتالي نحن نتحدث عن ضمانات ديمومة الديمقراطية مع الإسلاميين. أي ضمانات كانت؟ هم مستعدين للضمانات التي تريد، وما بدر منهم كان واضحا. إذا كانت الضمانات من خلال الملك فهم لديهم استعداد أن تكون الملك هو الضامن. إذا كانت الضمانات من خلال آليات دستورية مستعدين لهذه الضمانات، لكن هناك رغبة حقيقية لدى تيار القيادي الحاسم في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن يقدم الضمانات التي ترضي كل الأطراف. وبالتالي الذي أعاق بلورة هذا المشروع لاحتواء الحركة الإسلامية في السياق الإصلاح الديمقراطي هي الأنظمة العربية وبالذات النظام في مصر والنظام في الأردن، وهو الذي يريد يتجاهل مثل هذه المنجزات والتغيرات والتحولات داخل الحركة الإسلامية. جمال طهات، أريد أن أذكرك أيضا بأن هذا التيار الإسلامي كان لديه طموحات كبرى، طموحات طوبوية ضخمة، وقد تم مجابهته بأدواته السياسية وأدواته الأمنية التي أدت في بعض الدول إلى ما يسمى المراجعات، التراجعات، أنت تسمي ذلك إعادة إنتاج كل ذلك. صحيح. وبالتالي مكره أخاك لبطل كان هلأ شوف أنا بعتقد أن السياق التاريخي هو المهم. حينما الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية أنتجوا حالهم بالبعد الأيديولوجي أثناء الحرب الباردة، كانت هذه النظم نفسها تتواطأ مع البعد الأيديولوجي للحركة الإسلامية وتتواطأ مع لا ديمقراطية أطروحات الحركة الإسلامية في السبعينات والثمانينات. وإحنا شفنا النظام الأردني والنظام المصري كان يعني يغذي مثل هذه التطلعات لدى الحركة الإسلامية. الآن نتحدث عن سياق تاريخي جديد، لم يعد الأيديولوجيا الإسلامية مطلوبة دوليا، ولم تعد مطلوبة إقليميا، ولم يعد لها وظيفة تاريخية محددة. وهناك قيادات لديها كان من الشجاعة والجرأة والوعي والفهم لمراجعة طروحات الحركة الإسلامية وتقديم رؤية جديدة، بدأت في الأردن وبدأت في مصر وبدأت في تركيا وقدمت نماذج ممتازة وأيضا في تونس. يعني الآن لا ندعي أنه الحركة الإسلامية حساسيتها لاستعمال القوة ضدها هي التي أنتجت المراجعات. أنا بعتقد في سياق تاريخي كامل كويس. وبالتالي أنت تذكر أنه ما كان ممكن لهذه الأنظمة أن تستعمل القوة ضد الإسلاميين لو بقي السياق الحرب الباردة هو السائد. في يعني في سياق جديد هو الذي سمح بهذه الديناميكا، ديناميكا التحول. طيب أيضا حتى لا نغرب كثيرا في الموضوع الداخلي، في موضوع الديموغرافي أيضا، هذه العلاقة الفلسطينية الأردنية، موقف الأردني الملتبس في بعض الأحيان. هناك طبعا يعني خبر منذ أسبوع نقل عن متحدث باسم الخارجية الأردنية ومحمد الكايد، قال إن المعلومات التي وردت في إحدى وسائل الإعلام العربية حول موقف الأردن من قيام الدولة الفلسطينية غير دقيقة ومغلوطة، ولا نعرف مصدر هذه المعلومات. ما هي هذه المعلومات؟ نقل على لسان مصادر أردنية لم يكشف عنها أن الأردن سيقف في وجه القرار الفلسطيني بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، وذلك لأن المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون في مهب الريح في حال أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهي القضايا المفصلية في القضايا الفلسطينية. واستطرد المصدر نفسه يقول إن إعلان الدولة من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية داخل حدود الجدار العادل، وهذا يعني انتفاء وجود حدود الدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضه الأردن. طبعا للتذكير، كان رئيس الوزراء الأردني معروف البغيد قد البخيت عفوا قد كشف عن هذا الموقف في محاضرة في نادي الملك حسين قبل
شهرين، وبالتالي هذا الجو لم يكن جو، طبعا المصدر لم يكشف عن اسمه، لكن هذا الجو الأردني والنفي الأردني يؤكد اللبس في هذا في هذه المسألة. أنا بعتقد، شوف خلينا نحكي بوضوح، النظام الأردني ومنذ زمن طويل يلجأ إلى غموض متعمد في موقفه تجاه المسألة الفلسطينية، وهذا الغموض هو الذي يمكن من توظيف إعادة إنتاج المعادلة الداخلية، وأيضا يمكن من إدامة موقفه على المستوى الإقليمي من الصراع العربي الإسرائيلي، من الصراع الفلسطيني. أنا لا أعرف بس موضوع الغموض، لماذا موضوع إعلان دولة فلسطينية بإمكانه أن يشكل قلق للمصالح الأردنية؟ أنا لا أعتقد أن الذي يفكر بهذه الطريقة هو يعبر عن المصالح الوطنية العليا للأردن. أنا بعتقد أنه في رؤية أردنية استراتيجية واضحة منذ بضعة سنوات تبلورت يعني بوثائق استراتيجية أساسية، بأن الدولة الفلسطينية هي مصلحة وطنية عليا للأردن، وهي خط متقدم للدفاع عن أمن الأردن وضرورة استراتيجية. طيب، وبالتالي لما معروف البخيت عندما يتكلم عن هذه المسألة بشكل واضح، هل في معروف البخيت يعني ما زال يفكر معروف البخيت؟ أنا ما بدي دافع عنه، بس معروف البخيت اللي حكاه هو محاولة إثارة البعد الفلسطيني في اللحظة الراهنة محليا في الأردن، على أمل أن يمتص ضغوط الإصلاح ويأخذها بعيدا، ويأخذ يعني يعمل بالتعبير الإنجليزي upstaging للحوار الوطني كله، يأخذ الحوار الوطني كله بعيدا. صحيح. عن أنا أريد أفهم منك هذه الخصوصية الأردنية في لبنان مثلا، مجرد الكلام عن قيام الدولة الفلسطينية يثير جدل وارتياح إلى احتمال العودة للفلسطينيين، وهي طبعا مسألة جدلية في لبنان. في الأردن قيام الدولة الفلسطينية أيضا قد يكون بين مزدوجين حلا لمسألة الوجود الفلسطيني يكون ذلك. أنا لا أعرف حتى الآن، لم أفهم وجهة نظر الأردنية لبعض الأردنيين في هذا النظام الأردني. بدك تتذكر أن صراع ما بين الملك حسين وعرفات تاريخا كان صراع على تمثيل الفلسطينيين، وبالتالي النظام الأردني انتهى هذا الموضوع، انتهى ربما انتهى على صعيد التمثيل، لكن لم ينتهي على صعيد إعادة إنتاج الدور الإقليمي للأردن. وبالتالي النظام الأردني يسعى لأن يعيد إنتاج دوره الإقليمي بوضوح عبر دور في المسألة الفلسطينية وفي مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. علما كان دائما مستقيل من أي دور له هو يسعى لإنتاج هذا الدور بطرق مختلفة. إضافة لذلك، إحنا بنحكي عن بعد ديموغرافي محلي داخلي في الأردن ضاغط على البنية السياسية الأردنية، لم يعد بالإمكان تأجيله إلا بالبحث وإثارة القصص بهذا البعد. وأذكرك إحنا وين مشكلة الفلسطينيين في الأردن بالذات منذ يعني 70 حتى الآن. أنت تتحدث مع الفلسطيني في الأردن كالتالي، إنه يا أخي أنت في الأردن أردني ولا فلسطيني؟ هذا صوت النظام. إذا قال أنا فلسطيني بتقول له يا أخي أنت قاعد بالأردن ومعك جواز سفر أردني، فأنت يعني ناكر لما تتمتع به، وأنت غير موالي للدولة وغير موالي للنظام. وإذا قال أنا أردني بنقول له لا يا أخي أنت بايع هويتك وبايع فلسطينيتك، وشو جاي تسوي عندي؟ وبالتالي العنصر الأساسي المعضلة الكبرى هي في مأزق البعد الهوية وبعد الوجود الفلسطيني في الأردن الملتبس والمرتبك والغامض بقرار مسبق وبإدارة دائمة من قبل النظام. النظام هو الذي منذ 74 حتى اليوم يعترض كل محاولات بلورة صيغة فلسطينية سياسية واضحة في الأردن، وهو يعتقد حقيقة بأنه هذا الجسم هو لا يستطيع أن يحتويه بشكل حاسم ويعني يسلخه من هويته، ولا يستطيع أن يفرج ويطلق ويعترف بهذه الخصوصية. هذا لا يعبر عن قلق بين مزدوجين شرق أردني ضد كيان فلسطيني قد يكبر؟ شوف، الحالة الوطنية الأردنية ليس لها حالة تضاد مع الأشواق الوطنية الفلسطينية حقيقة. الحالة الوطنية الأردنية، وهذا هو الجديد والملبس والخطر، الحالة الوطنية الأردنية لديها قلق كبير من سياسات النظام التي بدأت تهدد الهوية الدولة وبدأت تهدد هوية الفلسطينيين الموجودين في الأردن. وبالتالي أنا هذا هو الأساس اللي ممكن نحكي عنه لعلاقة أردنية فلسطينية من نوع جديد، لا تمر عبر قنطرة النظام، وإنما تمر بشكل أفقي ويعاد إنتاجها وصياغتها بشكل أفقي. في القسم الثاني سأطرح أسئلة عديدة لها علاقة بالجدل الأردني الراهن بعد الفاصل. Yeah.
سجلات في القسم الثاني جدل الأردن مع الأستاذ جمال الطهات عضو المكتب التنفيذي لمبادرة الملكية الدستورية في الأردن. في أيضا تعاطي الأردن والداخل الأردني مع ما يجري عند العرب غريب، لأنه حتى على المستوى الشعبي هناك انقسام داخلي على المستوى الشعبي الوطني إلى آخره في الدفاع عن هذا النظام أو في الدفاع عن ثورة ضد هذا النظام. أنا لفتني طبعا خبر حول لجنة أردنية تساند سوريا ضد المؤامرة، وهم ناشطون سياسيون أعلنوا عن تأسيس لجنة شعبية أردنية تضامن مع سوريا التي تتعرض لما وصفوها بالمعارضة إلى آخره إلى آخره. وأيضا هناك طبعا مثقفون يعني يوقعون عرائض تضامنية مع الشعب السوري إلى آخره. في الأردن لماذا يعني هل هذا متعلق بخصوصية سوريا أم متعلق برأي عام بهذا بما يسمى حاليا بالربيع العربي؟ أنا لا أعتقد إنه في رأي عام بهاي المسألة. في خصوصية لسوريا، في قرب حقيقي لسوريا من الحالة الداخلية في الأردن، هذا تاريخي ليس جديدا. وأنا بعتقد في قلق لدى هو يقترب من موقف النظام الأردني إلى حد كبير. أنا هذا اللي بدي أقول لك إياه، إنه هاي الفئة بولائها وبدفاعها عن النظام السوري هي تتحالف وشكل من أشكال التحالف غير المباشر مع النظام في الأردن ضد الإصلاح وضد التحولات الديمقراطية، لأنه في مشهد هو تحالف غير مباشر، لأنه يعني أيوة دفعوا عن موقف الأردن الممانعة والقومية العربية نعم وكل ذلك. نعم يعني المشهد لما عشية ليلة سقوط حسني مبارك كانت درجة الحرارة تحت الصفر في عمان، وطلعوا عشرات الآلاف يحتفلوا ويغنوا يا دلعوا يا دلعوا، والشعب المصري خلعوا كويس. أنا بعتقد مشهد شبيه اتجاه حالة شبيهة في سوريا ستكون في الأردن نقطة تحول حقيقية دون جهد محلي ودون نضج داخلي للحرارة. لكن أنا أريد أسألك يعني جدل البيت الأردني حول ما يجري فيه، الجدل الحقيقي يعني خصوصا في منطقة درعا اللي هي جزء منها أردني، يعني الشارع الأردني أنا بشوف حجم التعاطف من هذا الشارع مع الثورة في سوريا ومع حالة الحراك الشعب السوري تعاطف غير محدود وتعاطف كبير جدا. في هناك حالة لبلورة مشروع سياسي أو خطاب سياسي يدافع عن النظام في سوريا، لا أعتقد مدى جديته ومدى فاعليته في الشارع، لكن هو زي ما حكيت أنت يعطي مؤشر على مزيد من التقسيم للحال الوطني الأردني. وخليني أذكرك أخي محمد مسألة، النظام في الأردن يدعي بوضوح أنه لا يوجد للآن شريك وطني للإصلاح، وهو يريد عبر مزيد من الانقسامات أن يؤكد مثل هذه النظرية. ما هي الصيغة التي تستخدم للقول أنه ليس هناك شريك للإصلاح؟ ما الذي يقصد به الشريك للإصلاح؟ لأنه شغلتين، أنه لا يوجد فئة وطنية يمكن للملك أن يتفاعل معها ويجري معها تسويات واضحة، واثنين وهذا هو المهم أنه لا أنه تغييب فكر أنه إبقاء المشروع الإصلاحي غائب وغير واضح وضبابي، وبالتالي أنت تحتاج إلى إبقاء مفهوم الإصلاح معوم وبلا مضامين واضحة، واثنين تغيب طرف حقيقي وطني تجري معه تسويات زمنية للمشروع الإصلاحي حتى تبقى حركة الإصلاح حركة بالاندفاعة الغير منظمة وبالاندفاعة التلقائية اللي بتم فيها الآن. الآن هذا الجهد اللي أشرت له أنا أعتقد أنه جزء مفبرك إلى حد كبير من الأجهزة الأمنية، ومعظم الجهات اللي بتعلن هذا الإعلان أنا بعتقد يعني غريب أنه هذا اتهام. أولا هذا البيان وقع من ناشطين قوميين ويساريين، يعني ناشطين الناشط قوميين الناشط السياسي إبراهيم علوش يتحدث، يعني ما بدريش التي تقترب معك في وطنية ما بعرفش أنا لا أتهم أشخاص. أنا بعتقد أنه بخلف هذا المشروع إشي واضح، أنه هذا المشروع لا يميز ما بين سوريا والنظام السوري، لا يميز بين سوريا والشعب السوري. هذا المشروع ينطلق من فرضية غير مقبولة ولم تعد مقبولة، أنه موقف الممانعة والمقاومة للنظام السوري هو حصريا احتكار حصري للنظام وليس الموقف التاريخي للشعب السوري. هل ممكن أن تلتقي أو تلتقي المبادرة الملكية الدستورية في الأردن أو يعني كل الحركات المعارضة تلتقي موضوعيا على موضوع الإصلاح في الأردن وتختلف على موضوع الإصلاح في سوريا أو في دولة أخرى؟ أنا قلت لك هذا جزء من أشكال تفريغ أو يعني سحب الشحن الأخلاقية
من الصوت الإصلاحي في الأردن. إنه هذا يعني إذا كنت تدعي الإصلاح في الأردن وتطالب الإصلاح في الأردن وتقبل كل ما يجري في سوريا، أنا بعتقد إنه أخلاقيا في انكسار بموقفك غير مقبول وغير مبرر وغير مفهوم. وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نكون واضحين ومبدئيين في هذه المسألة بشكل لا يدع مجالا للبس. أنا أنحاز لخيارات الشعوب أيا كانت شعوبنا أيا كانت خياراتها، ولا يوجد حق لأي كان أن يصادر على مستقبل شعوبنا، ولا يجوز لأي كان أن يدعي احتكاره لموقف أيا كان. أنا بعتقد أنه الموقف من المشروع الصهيوني موقف الشعب السوري التاريخي، وهذا مثبت تاريخيا، ولا تستطيع جهة أو حزب أو مجموعة أن تدعي احتكارها لهذا الموقف. الشعب السوري إذا كان حرا هو الذي يتخذ المواقف، والشعب السوري الحر هو الذي يستطيع أن يعيد إنتاج قوة سورية في هذا المشروع وفي هذه الرؤية. طيب، في الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني إلى السعودية، أولا لا أعرف إذا كانت هذه زيارة عادية أو غير عادية، ثانيا ما صدر بعد ذلك من بيان أو من تصريحات نسبت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قال فيها يعني أكد فيها على وقوف المملكة العربية السعودية مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة كل التحديات، إدراكا منها بأن ما يهم أحد البلدين يهم البلد الآخر. وللتذكير كان هناك موافقة على ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي أولا، وعلما أنه يعني الطلب مقدم من عشرات السنين تمت الموافقة حاليا. أريد أن أعرف برأيك يعني ظرف هذه الزيارة، هل الزيارة عادية بروتوكولية أم كان ضروري؟ هي الزيارة ليست عادية وليست بروتوكولية، واضح يعني حتى اللقاء لم يقدم كلقاء بروتوكولي يعني لا مش يعني أنا ما بعتقد أنها زيارة عادية وبروتوكولية. بس أنا بدي أذكر بمسألتين. موقف دول الخليج كان واضحا، أنه فجأة قمة الخليجية بعد 15 سنة اتخذت قرار بالترحيب بالطلب الأردني للانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي، يعني بيروقراطية والطلب يعني دوريس يعني، يعني بعد 15 سنة ترحب وتبدأ بالبحث بجدية. هذا نقطة تحول. والنقطة الأخرى اللي هي طبعا للتذكير وترحيب فوقي، لأنه الجدل الداخل الخليجي كان متفاجئ أيضا، وأيضا الرأي العام في الخليج لم يستوعب ولم يعد لمثل هذه الخطوة، والرأي العام في الأردن أيضا لم يعد لمثل هذه الخطوة. هناك شكوك كبرى تحيط بالدوافع الحقيقية خلف الإعلان دول قمة مجلس التعاون الخليجي عن قرار الترحيب أو قرارها بترحيب بطلب الأردن والبحث فيه. يعني هي قررت بعد 15 سنة أن تبحث بطلب الأردن للانضمام. اللي تفضلته عرضته من تصريحات للملك عبد الله بن عبد العزيز حول وقوف السعودية مع الأردن في مواجهة كل التحديات هو مؤشر حقيقي على ما يجري في خلفية التفكير، أنهم يبحثون عن صيغة تحالف ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية أكثر مما يبحثون عن شكل من أشكال الانضمام الحقيقي لهذا الدولة إلى تلك المجموعة. يعني لكن برأيك يعني هذه لا أعرف إذا كنت تملك معلومات، هي لنقاش الحالة الأردنية السعودية الخليجية أم لنقاش الحالة الأردنية الحالة السورية؟ ما عندي تفاصيل حقيقة يعني لا ما رشح تفاصيل، أو إذا رشح شيء أنا لست على اطلاع عليه يعني الذي بحث تماما. لكن أنا بعتقد أنه ما يتردد في الشارع الأردني أن هناك مأزق مالي وأزمة مالية حقيقية. الأردن يبحث عن حل سريع لهذه الأزمة المالية. الرأي العام والحالة الاجتماعية في الأردن لا تسمح بزيادة الضرائب، وبالرغم من ذلك في هناك حالة تضخم غير مشهودة خلال الأشهر الماضية. معدل ارتفاع الكونسيومر برايس اندكس في الأردن غير مسبوق على الأقل في آخر 10 سنوات على خلال هذه الفترة القصيرة. في هناك أكثر من مؤشر من مؤشرات المخاطر المالية في الأردن، وبالتالي تتوقع رعاية سعودية لراحة أنا أعتقد تصريح خادم الحرمين واضح بأنه باتجاه صيغة تحالف بتقاسم العبء أو توزيع العبء الأمني والمالي على الأردن وشركاء الخليجيين. هل حضرتك يعني قلقت من هذا الترحيب الخليجي الرسمي بإضافة الأردن؟ أنا بعتقد طالما الأردنيون موجودون في الخليج، أنا بعتقد
السياق اللي جاء في هذا الترحيب على العكس تماما هو كشف حالة الضعف والهشاشة بالبنى التي تتعرض لضغوط المطلب الإصلاح الوطني، والحالة الأردنية، حاجة الأردن الآن لمثل هذا الغطاء الخليجي لمواجهة الضغوط الإصلاحية وضغوط المطلب الإصلاحي تؤكد أن هناك فاعلية كبرى للضغوط الشعبية المطالبة بالإصلاح، كان من الضروري وكان هناك احتياج لاستنهاض دعم إقليمي لمواجهتها. أنا لا أرى أن ما كل ما يجري الآن ليس أكثر من محاولة دعم النظام في الأردن لتأجيل الإصلاحات وتأخيرها أو حتى عدم تحقيقها إن أمكن. في المؤسسات أيضا يعني في 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 تفصيلين لافتين، أولا في موضوع كازينو البحر الميت واتهام رئيس الحكومة في قضية سوء استخدام السلطة، 53 نائبا في البرلمان برأ معروف البخيت، 50 نائبا اتهموا، 10 نواب امتنعوا، وبالتالي يعني واضح انه انشقاق في المؤسسة البرلمانية حول شأن من هذا النوع. هناك طبعا تفصيل انه 5 نواب هددوا بالاستقالة او ارادوا الاستقالة، 4 اوريد استقالوا وواحد منهم تراجع و3 ما زالوا مصرين على الاستقالة، اضافة الى استقالة وزير الاعلام ايضا منذ فترة بسبب قوانين منتهكة الاعلام كل ذلك، وبالتالي المؤسسة الاردنية في حالة مخاض ايضا. هل برأيك الأمور أصبحت بشكل أو بآخر تذهب إلى أن تكون خارج السيطرة؟ شوف خليني أحكي لك أنا شغلي، مجلس النواب الذي زور له 2007 وزور له قبل ذلك بال 2003 وزور له مؤخرا بالانتخابات الأخيرة، كان يراد من التزوير ثم إنكار التزوير أن يكون مجلس نواب عبارة عن واجهة لأخذ شرعية شعبية لتبرير كثير من السياسات التي لا يمكن تبريرها شعبيا كويس، لكن يبدو أنه المطلوب تغطيته أكبر بكثير من المساحة التي يمكن لمجلس النواب المزور حتى أنه يقدمها، وبالتالي قضية الكازينو حتى بهذا المجلس اللي أعطى 111 نعم لحكومة سمير الرفاعي لم يستطع أن يقدم غطاء للحكومة في قضية الكازينو، ولم يستطع أن يقدم غطاء لمشروعية عمل الأجهزة التنفيذية في قضايا الفساد حتى الآن، وهذا مؤشر على انحلال الفاعلية المؤسسية في إدارة المعادلة السياسية كما هي راهن في الحال في الأردن. أنا أعتقد ما جرى مؤخرا هو تآكل لشرعية المعادلة البرلمانية التي بنيت في منذ 2003 حتى الآن في الأردن. المعادلة البرلمانية ب 2003 تم تزوير، وقبلها كان في حل مجلس النواب وفرض ل 211 قانون بشكل مؤقت وبشكل تعسفي وغير عقلاني، ثم تزوير انتخابات 2007 بشكل بشع، كانت البلدية أو البرلمانية، يعني من القضايا الخطرة اللي صارت في 2007 لأول مرة بدوس في تاريخ الانتخابات بالكون تكون قوائم الناخبين سرية، وهذا جرى في الأردن رغم التعهد الصريح من الملك قبلها بأسابيع بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزهة كويس، وبالتالي لم تحقق فيها أغلب الشروط، وعلى الأقل شرط أنه بدنا نعرف مين اللي انتخبوا، ما حدا بيعرف، يعني قوائم الناخبين لم تعلن، قوائم ناخبين 2007، وبالتالي هذا مؤشر على طبيعة الدور التي يريد النظام من مجلس النواب، وعلى ما يقوم في مجلس النواب من تقديم غطاء شعبي لمنح الشرعية لأداء المؤسسات التنفيذية. أريد أن أسألك. أزمة الكازينو أثبتت أن حجم الخلل أكبر من قدرة مجلس النواب على كل هزاله وعلى قبوله بأن يكون مزورا له، أخلاقيا لم يعد قادر على أن يقدم هذا الخبر. تذكير أزمة الكازينو لها علاقة بحكومة معروف البغيض 2007 صحيح. لكن أريد أن أسألك عن الأردن، بمؤسساته وبمجتمعه أيضا، هناك الأمن، هناك الجيش، هناك المؤسسة الملكية، هناك العشائر، هناك طبعا الموضوع الأردني الفلسطيني، هل من يمنع ومن يسهل، وهل هناك طبعا في فترة من الفترات كان النظام يعتمد العشائري نوعا ما، في فترة أخرى يعتمد على الأمن، على الجيش، يعتمد على البرلمان، يعتمد على أحزاب معينة، الآن الخارطة، الوجه، المشهد السياسي الأردني كيف تصفه؟ شوف أنا بعتقد أنه في منذ سنوات محاولة
إزاحة القاعدة الاجتماعية للنظام، مرة عبر أوهام توسيعها بطريقة عشوائية، ومرة عبر أوهام احتواء الحالة الوطنية عبر إما المزيد من العطيات ومزيد من شراء الولاءات. وأنا بدي بس أذكرك بمسائل هيك على السريع. بالسنوات الأخيرة استبدلنا العمل السياسي بعمل علاقات عامة، وأصبحت الزيارات والمكرمات والأعطيات هي الإطار العام للحصول على ولاءات الناس. هذا حقيقة بمقدار ما يعني كان له نتائج سلبية مضاعفة. الأولى أنه فرغ العلاقة بين المواطن ورأس الدولة والملك من القيمة الأخلاقية ومن القيمة العليا، وأعاد إنتاجها بشكل مصلحي وصغير. واثنين، وهذا هو الخطر، أنه أغضب الكثيرين أكثر مما أرضى، وبالتالي حول الملك من أن يكون رأسا للدولة وموقع إجماع إلى أن يكون خط انقسام وموضوعا خلافيا بين الناس. هذا من جهة. من جهة أخرى، العشائر منذ سنوات لها مطالب تتجاوز العلاقة التقليدية بينها وبين الدولة، ولم يكن هناك إمكانية لطرح مشروع حقيقي لتلبية هذه المطالب. يعني العشيرة اللي كان سكانها بالخمسينات 10,000 الآن بتحكي عن ضعفين أو ثلاثة، بتحكي عن حالة من الحراك السياسي للناس حتى تدافع عن حقوقها وحتى تشعر أنها جزءا من وطن، جزءا من دولة. لا، في هناك إصرار على حبسهم بالقضايا المطلبية الصغيرة وكل هاي المسائل، إجماع في الوسط العشائري. اثنين، حين نتحدث عن المؤسسات الأخرى، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، أنا أعتقد أن نمط الصراع السياسي في الأردن لا يمكن ولا يمنح فرصة للنظام بزج هذه المؤسسات في الحوار السياسي والصراع السياسي في الأردن. وهذا هو جوهر تحول ميزان القوى الداخلي في معظم الأنظمة العربية. التجربة الليبية كانت واضحة، الإصراع باستعمال وسائل القوة بنظام زي النظام الليبي متمرد ولديه وسائل خاصة على الديمومة والاستقلال، ومع ذلك هو أخذ البلاد إلى حرب أهلية سيدفع ثمنها هو وكل من معه. بالأردن أنا بعتقد خيار زج المؤسسة العسكرية والأمنية في الحوار السياسي ليس خيارا. يعني التفكير باستعمال القوة في الحوار السياسي الداخلي الآن في الأردن ليس خيارا تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي أنا مع يعني الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسات من الحوار السياسي، أنا مع عدم زجها بالخلاف السياسي وبالحوار السياسي والصراع السياسي داخل دائرة الأردن، الحفاظ على بنيتها الوطنية، الحفاظ على شكلها الوطني. وبتمنى أنه حتى مؤسسة زي دائرة المخابرات يعاد إنتاج دورها من جديد لتتراجع وتراجع دورها السياسي وتنسحب منه لصالح آليات عمل سياسية مؤسسية أكثر استقرارا وبعيدا عن التدخل الأمني. لأنه ثبت تماما إحدى أهم مكونات الربيع العربي ومشروع الإصلاح في العالم العربي فصل الأمني عن السياسي. وبالتالي أنا بعتقد جهاز المخابرات في الأردن إذا لم يكن سباقا إلى التخلي عن دور السياسي سيواجه مصير شبيه بمصير أمن الدولة في مصر والأمن السياسي في تونس. وبالتالي نحن نحتاج إلى منظور أمني يعيد إنتاج الأمن بمعزل عن السياسة. في الأنظمة السياسية عادة بشكل عام هناك المعلن والذي نعرفه، وهناك الاتصالات التي تجري خلف الكواليس والتي صحيح. يتولاها إما وجهاء، إما رجال خير، إما رجال سياسي، إما رجال أمن. في الأردن هل هناك صيغة من هذا النوع حاليا تستطيع أن تنظم الحياة السياسية خلف الكواليس؟ والله أنا خليني أعترف لك بمسألة. أنا على التلفزيون أنا من الناس الذين حاولوا أنه ينخلق خلينا أسميها قناة خلفية ما بين القوى الإصلاحية وما بين القصر، وتم الحديث مع بعض الأشخاص الشخصيات المحترمة والتي تحظى باحترام في الشارع، وكنا نعتقد أن لديها فرصة لأن تكون مسموعة في القصر، ولكن كان جوابها الحاسم بأنه هي لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا الدور الآن، لأنه لم يعد في هناك قابلية للاستقبال لدى مركز صناعة القرار في الأردن حتى من أي وجهة نظر تقول بأنه لابد من التفاعل الإيجابي حتى بقنوات غير معلنة ما بين الناس وما بين القصر.
وأنا بعتقد أنه يعني التجربة في الأردن تجربة ليست مريحة، بأنه الطرفين بدأ يتشكل لدى الشارع شكوك كبرى حول جدية الملك وقدرته على تنفيذ الإصلاحات وقيادة الإصلاحات، وأيضا يتشكل لدى الملك شكوك كبرى حول نوايا القوى الفاعلة في الشارع. كان المأمول أن يتم حوار مبكر بين الملك وبين قوى الإصلاح. طرحت مبادرة الملكية الدستورية على أمل أن تقدم للملك طمأنة أن ليس هناك نوايا لدى على الأقل الناس المشاركين فيها في أنهم يكونوا من دعاة تغيير النظام، ولم تقبل كل التطمينات لحد الآن التي حاول الشارع أن يقدمها للملك لإقناعه بالبدء بحوار إما علني أو حتى حوار غير علني. إذا بشكل سريع يعني أجزنا المقارنة ما بين الحالة المغربية والحالة الأردنية، في المغرب وبشكل سريع طبعا التحليل، المغرب قدم يعني الملك قدم دستورا جديدا يتيح هامش كبير للمجتمع السياسي أن ينتج برلمانا وينتج رئيس حكومة وينتج حكومة وأن يتعايش الملك مع الحالة السياسية. ما الذي يمنع بالأردن أن يكون نفس الشيء؟ شوف، في لم يرقى يعني لم يرقى المشروع المغربي إلى مستوى الملكية الدستورية. صحيح، بس على الأقل خطوات متقدمة. ما الذي يمنع بالأردن؟ ما في ما يمنع، ما في يمنع سوى مسألة واحدة، أن هناك شكوك كبرى لدى الشارع حول أهلية الحكومات الأردنية لإدارة انتخابات نزيهة ومحترمة وحرة. وأنا بدي أحكي مسألة أخي محمد. يعني تزويل الانتخابات أنا بعتقد أنه شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي، وهو شكل من أشكال فرض إرادة فوق شعبية على المجتمع وعلى الشعب. فأنت لما دولة بتودي جيشها تحتل شعب آخر بتصادر إرادته، وأيضا حين تقوم بتزويل الانتخابات أنت تصادر إرادة الناس. المعضلة الكبرى أنه ب2007 الملك تعهد بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ولم يحصل، بعدها بالانتخابات التي تلت تعهد ولم يحصل، وقبلها ب2003 تم حل مجلس النواب وصدر 200 وشوي قانون ليس لهم علاقة بالحياة وبشكل استفزازي، ثم جرت الانتخابات وتم التدخل فيها وتم فبركة نتائجها بالرغم من أن الجو لم يكن يحتاج مثل ذلك. أذكر أن الانتخابات جرت بعد أشهر قليلة من احتلال بغداد. كويس، وبالتالي في مشكلة حقيقية، في مشكلة ثقة بالأردن. المغرب بالرغم من أنه أنا أجزم أنه في تدخل من قبل القصر بنتائج الانتخابات وبالعملية الانتخابية في المغرب، لكن هو تدخل أقرب إلى الاصطفاف الانتخابي وخلق اصطفافات انتخابية منه تزوير إرادة الناخب وتزوير فعل الناخب في صندوق الاقتراع. هذا هو المعضلة الحقيقية والكبرى اللي صارت في الأردن، ونحن نحتاج إلى مقاربة من نوع إبداعي بهذا المعنى، لأنه إحنا بنعيش بلحظة تاريخية فريدة تحتاج حلا إبداعيا جديدا لتجاوز المأزق، مأزق عدم الثقة ما بين الشارع والقصر. أستاذ جمال طهات، أشكرك جزيل الشكر طبعا في وجهة نظرك التي نود أن تشارك وجهات نظر أخرى في الأردن، وبذلك نشارك أيضا في الجدل الحاصل في الأردن. أشكرك جزيل الشكر وأشكر لكم حسن الانتباه. إلى اللقاء.